تسجيل أيضا. ابتداء الأستاذ محمد مشكور خلانا مجموعة من التوبكس اللي راح يتم تناولها من خلال الورش اللي تعقد كل خميس، وربما تستغرق من عندنا تقريبا 4 جلسات. راح يتم تناول مواضيع مهمة مثل OS Protection، الانفايرمنت اللي احنا نعمل بيه، راح نتعلم آليات عمليات تنصيب ووضع مجموعة من الأدوات اللي هي مهمة جدا بعمل الأشخاص اللي يهتمون بالأمن السيبراني، راح نتعلم مجموعة من السكيلز، وأكو مفاجآت أخرى اللي هي راح تكون موجودة أيضا في عملية تناول المواضيع. الشيء اللي أريد أوضحه بالبداية، طبعا إحنا راح يكون الوقت ثابت اللي هو من 9 لنشوف الوضع مالتنا اللي هو تحملكم للنقاش أو تحملكم للمحاضرة. هاي الصورة اللي أمام حضراتكم هي تمثل لنا تقريبا طريق، وهذا الطريق مثل ما تشوفوا طريق ليس بالطريق المستقيم وإنما طريق معرج، ويبدأ بمجموعة من الخطوات. اليوم أنت أنا خلي أبسط لك المفهوم. عملية كل واحد يقول أنا راح أشتغل بمجال الأمن السيبراني، هو المفروض يمشي بخطوات متتابعة، اللي هي أولا أنت هسه حاليا مثلا نضربها بصورة مثال بسيط جدا، من كل شخص من عندنا مرات من ينصاب لا سمح الله بالفلاونزا، تقول له شبيك، يقول والله فلاونزا. شلون عرف؟ أكو مجموعة من الأعراض اللي بدأ يعاني من عدها، وهذه الأعراض توحي لهذا الشخص أنه هو مصاب بلا سمح الله الفلاونزا. تشابهت هاي الأعراض مستقبلاً وطلع عندنا مرض أو فيروس اللي هو الكورونا فيروس، وبدت بعض أعراض هذا المرض تشبه إلى حد كبير أعراض الفلاونزا السابق أو القديم. فإحنا شو نقول؟ نقول أنت دائماً من تريد تبدأ بطريق الأمن السيبراني، من تبدأ بمشروع الأمن السيبراني، عليك أن تعرف هاي المسارات مالتك. في لحظة معينة توصل إلى طريق معين هنا وتبدي تنحرف وترجع بطريق مختلف. وهذه الصورة بما معناه أنه إحنا مرات نرجع للخطوات السابقة ونستفاد من ما نحتاجه في مشروعنا اللي هو التارجت مالتنا اللي هو الوصول إلى ما يسمى بالسايبر سيكوريتي أركيتكت. أنت لما توصل إلى هذا المستوى، أنت لما توصل إلى هذه النقطة اللي ما أعرف إذا المؤشر واضح أستاذ محمد، إذا توصل أستاذ واضح، بس أكو مشكلة ثانية، أنه بعض الأشخاص اللي داخلين معانا الصوت عندهم بمشكلة، قسم يقولون أكو صوت وقسم يقولون أكو ماكو صوت، فأعتقد الخلل التطبيق هو لا هو يما احنا انت اذا تسمع وبقية الاخوان كم واحد مدى يسمع الصوت؟ صوت واضح، هاي مكتوبة كلها الصوت واضح. تمام. طيب الاخوان هذه واحدة من المشاكل اللي انه انت لازم تنزل التطبيق مالتك، التطبيق واللي هو سرح نحكي عن موضوع مهم جدا، انه انت لازم تتابع. طبعا كل التطبيقات معرضة ان تكون بيها بكس، معرضة ان يكون بيها مشاكل، وبالتالي تحتاج شنو؟ تحتاج انت ابديت بالابليكيشن مالتك، وخاصة اذا انت يعني انا مسوي الرابط يشتغل دايركت حتى من الويب ابليكيشن، يعني من الويب يشتغل مو الا تنزل الزوم. المهم هذا الطريق اللي هو انت لازم تعرف ما هي شنو نوع الاتاكس اللي ممكن تواجهك. يعني انت احنا عندنا بالحاسبة مجموعة من الفيروسات، مجموعة من الهجومات اللي تتعرض لها الحاسبة نفسها، فأنت لازم تميز ما بين هذه الأتاك وتقعد تعرف شنو هاي الأتاكس اللي ممكن أن تصير عندك بالفضاء، هذا الفضاء السيبراني. بعدين توضع مجموعة من الخطط، وهذه يسموها الأكشن بلانز،
وهذه طبعا انت ممكن تكون اكو نوع من الاتاك يسموه الباسورد اتاك، ممكن يكون مالوير اتاك، ممكن يكون ديتا يعني سرقه بيانات وغيرها الى اخره. طبعا انت اذا تمشي بهذا الموضوع فالمفروض توصل بالطريق الى ما يسمى بالاندرستاندينج مال من منه مال الاوبريتنج سيستم اللي انت المفروض تشتغل عليه. لذلك انت دائما دائما من تشتغل على بيئه معينه لازم يكون عندك فاهم محتوى الاوبريتنج سيستم، واللي هو راح ايضا استاذ محمد يركز لنا على هذا النقطه بالضبط، اللي هي ممكن تكون ويندوز، ممكن يكون لينكس، ممكن الى اخره. توصل بالمسارات مالتك هاي ممكن ان يرجعك الطريق الى مسار معين، وممكن يوصلك الى ما يسمى ب المهارات اللي انت لازم تمتلكها بالنتوركينج. طبعا من نقول مهارات يعني بما معناه انه انت لازم يكون عندك سيرتيفيكيت. اكو اشخاص يكتفون بالمهارات اللي يحصلون عليها هم ذاتيا وما ياخذ شهادات في مجال النتورك او ياخذ شهادات او سيرتيفيكيت في مجالات اخرى. بس انت الطريق الصحيح اللي لازم تسلكه انه لازم يكون عندك سيرتيفيكيت. ليش؟ لان انت حتى تكون يعني من يسألوك في بهذا الطريق المعرج وصولا الى ان توصل الى السايبر سيكيورتي اركتكت، انت لازم تكون عندك في كل ستون هنا او مايلستون عندك سيرتيفيكيت وصولا الى بقيه. طبعا لغات البرمجه اكو احد يقول انا مثلا ابو سايبر سيكيورتي احتاج البروجرامينج لانجويج، 100% انت تحتاج البروجرامينج لانجويج. زين انا احتاج اعرف الاستراتيجيات مال او الستاندرد مال السيكيورتي اللي العالمي، طبعا لازم تعرف هذا الستاندرد اللي موجوده. اكو ستاندرد خاصه بالويب، اكو ستاندرد خاصه بشغلات الى اخره، الان اي اس تي والاواسب الى اخره. طبعا احنا شو نريد نقول؟ نقول هذا المسار مو سهل. طيب اذا المسار هو مو سهل اصلا، يعني احنا اذا شنو واجبنا؟ واجبنا انه لازم نعرف هذه نمشي بهذه العمليه. انت من شنو اول شيء تخاف؟ اولا انت حتى تكون في مأمن، حتى تكون في الجانب الامن من عملك، انه دائما خلي يصير عندك ابديت للاوبريتنج سيستم مالتك. هذا الاوبريتنج سيستم مالتك تابع التحديثات، لان الشركات من تطلع ابديت تطلع بمجالات معينه، قد يكون ابديت لسيرفيسز معينه او قد يكون نتيجه وجود باجز اللي اكتشفت وصار عليها تحديث. طبعا انت تحتاج تقول لي اني كشخص، انا هسه دا احكي كشخص استخدم الكمبيوتر واريد احمي نفسي من التهديدات السيبرانيه او الى اخره، احتاج انتي فايروس سوفت وير؟ نعم احتاج انتي فايروس، بس هذا الانتي فايروس لازم يكون اب تو ديت. زين اشتري منين؟ اشتري من الصناعه؟ اشتري لازم تشتري من مصادر موثوقه. حتى الويندوز مالتك لازم يكون من مصادر موثوقه. ليش؟ لان انت خسارتك بالبيانات خساره قد يعني اذا انت مؤسسه او تمتلك عمل معين راح يكون خسارتك كبيره بهذا الموضوع اذا انت خسرت بياناتك وعلى مود شنو؟ على مود تشتري قرص سي دي من الصناعة ب5000 والله تقول أنا عندي أنتي فيروس، هذا مو صحيح. طيب إيش عندي بعد؟ دائما أنت يعني تستخدم بكثرة الفيسبوك، تستخدم بكثرة الإيميل، لا يعني عملية الضغط على الروابط اللي تجيك عشوائية هاي عملية كلش خطرة بالنسبة إلك كعامل وكشخص تريد تحافظ على بياناتك أو تريد تحافظ على حاسبتك أو تريد تحافظ على موبايلك إلى آخره. زين أني هسه اليوم مثلا خلينا نفترض اليوم أنا سويت باسورد، أجي ورا سنة نفس الباسورد مالتي، هذا مو صحيح. أكو مصطلحين اللي هي يسووها السترونج باسورد وأكو فد شيء اسمه الريجولاريتي، اللي هي لازم يكون الباسورد مالتك أب تو يعني يغير بين فترة وأخرى وما يكون مشترك في الكثير من التطبيقات. طبعا هذه النقطة اللي هي الـ 2FA اللي هو 2 Factor Authentication حاليا كلش مهمة. كل التطبيقات حتى الزوم هسه اللي احنا دا نشتغل به بالإصدار الجديد ما تفعل هذه الـ بالإصدارات الـ يعني اللي سابقة والحالي هو فعل ما يسمى بخاصية 2 Factor Authentication. 2 Factor Authentication دكتور نعم
نعم آسف على مقاطعتك. لا هسه احنا عندنا قانون بالمدرسة أضافوه جديد، أنه غصبا على كل طالب أنه يفعلها على الأكاونت مالته في سبيل الحماية مالته. صح، لان هم شنو هم استاذ محمد يردون، يعني هم يردون يخلون مسؤوليتهم. هو يقول لك اني هسه دا انطي كانما دا انطي نقاط رئيسيه يجب ان ينتبه اليها. طبعا احنا صار عندنا اعمام كتاب رسمي بالعراق انه يجب ان يتم تفعيل التو فاكتور اوثنتيكيشن بالتطبيقات المستخدمه، وهاي طبعا عمليه يعني لوحدها اللي ما يعرفها يراد لها شويه، يعني محاضره بسيطه جدا هي هاو تو شلون تسوي انيبلنج للتو فاكتور اوثنتيكيشن. وطبعا بالمقابل انت من تسوي تو فاكتور اوثنتيكيشن يعني تفعل هاي الخاصيه، لازم يكون الشيء اللي دا تعتمد عليه هو موثوق ومعتمد عليه. الاخرى انت دائما بياناتك مو كل شيء تنشره، عمليه النشر تعرضك الى انه تتعرض الى هجوم، نوع من انواع الهجومات بالسايبر سيكيورتي يسموه السوشيال انجينيرنج، اللي هو الهندسة أو الاجتماعية. يعني أنا أبدي أجمع معلومات عنك، وطبعاً واحد من التطبيقات المستخدمة بكثرة لجمع هكذا بيانات أو تحليل هكذا بيانات يسموه المالتيلوغ. طبعاً برنامج موجود أو سوفتوير هو موجود بإمكانه أن يجمع لك مجموعة تنطي مثلاً رقم موبايل أو تنطي إيميل، هو الايميل معلن والموبايل ايضا معلن. يعني انا من اقول لك هسه اعطيني رقم موبايلك تقول لي والله سري مالتك اياه، لا هو معلن، انت ليش مستخدم الموبايل؟ وكذلك الايميل هو معلن، احنا نسميه بابليك كي. فمن تعطيني الايميل اقدر اجمع معلوماتك، اقدر اوصل انت ويا من مشترك، شنو المواقع المشترك بيها، شنو طبيعه البيانات. فانت كون حذر بعمليه اشراك البيانات والى اخره. دائما النقطة المهمة، قبل فترة أني واحد من الشباب راسلني قال أنا تعرضت إلى فيروس الفدية شلون أرجع، طاني السيجنتشر مال الفيروس. قلت له والله هي قبلها أكو خطوة كان المفروض تسوي كلاود باك اب، وبإمكانك ترجع بياناتك وبدون ما تدفع فلوس لهذا الشخص، وأنت طبعا تعالج الكمبيوتر إلى آخره. فالباك اب كلش مهم، الباك اب لازم يكون سكيدجول، لازم يكون عندك يعني جدول بينك وبين نفسك. يعني مثلا هسه خلينا نقول انت كل خميس تطلع الى قهوه، تطلع الى مقهى، تطلع الى اخره، تطلع الى مطعم معين، هذا بجدول نفسك انت يعني مرتب نفسك. نفس الشيء لازم تسوي يمك بالكمبيوتر مالتك او حتى بالموبايل او التابلت اللي انت تستخدمه، وهكذا. اخر نقطه اللي يعني احنا لازم نهتم بيها، لو احنا لازم نخلي لنا حدود، لازم نخلي لنا فاير وولز. وطبعا الفاير وولز يعني هي عباره عن ادوات بامكانها ان تحميك من القاعده اللي احنا دائما ندرسها طلابنا. هاي القاعده اللي راح اشوف لكم، يعني انت دائما بحسك، انت مرات من تقبل على شيء تقول والله انا قلبي لعبني هذا شو ما مرتاح له، هذا الاحساس او هذه الخاصيه لازم انت من تشتغل به أو تريد تحمي نفسك أو تشتغل بالأمن السيبراني، تريد تحمي مؤسسة، لازم يكون عندك تفعيل للحس، ما يسمى بالحس السليم أو يسمى الكومن سنس. أي شيء بالإنترنت أنت ما تفعله شخصيا بغير الإنترنت أو حتى بالإنترنت، لا تسوي ويا المقابل ولا تسوي ويا الآخرين. إذا هاي القاعدة تمشي عليها فأنت في مأمن. وهاي هي عبارة عن نقاط، يعني إحنا نريد شوية توطئة على الموضوع. اني اخر سلايد بال شو اسوي، انت لازم تتابع وتقرا وتتابع وتعمل، ولازم تكون اب تو ديت، لازم تكون اب تو ديت. ليش؟ لان انت يعني انت مثل هذا هسه اللي قدامك، هذا شعار من هذا شعار الويندوز، ويندوز اللي هو يا ويندوز شباب ويندوز 11 مو تمام. وطبعا انت لازم تتابع، لازم تتابع الأخبار وتتابع التحديثات وإلى آخره. أكو تولز يمكن أستاذ محمد إحنا مرة حكينا بي، ما أعرف أنتوا منزلي هذا التولز اللي هو البي سي مانجر، هذا صراحة طبعا تقدر عظيم. هذا طبعا أنت لو تتابع مايكروسوفت وتتابع منتجات مايكروسوفت دائما، هذا طبعا هو واحد من منتجات مايكروسوفت يسموه البي سي مانجر،
مثل ما تسوي بوستنج بالموبايل مالتك على مود شوية تخفف التطبيقات وتسوي التمبراري فايل تقعد تدور عليها بالكمبيوتر وتسوي لها ديليت، هذا هو يسوي لك كل شيء. بتلاحظ يعني هذا هو عبارة عن مجموعة من الخطوات، طبعا جانب من عنده يشتغل ككلين اب وجانب من عنده يشتغل كسيكوريتي، حتى تقدر تسوي ابديت مال ويندوز من خلاله. انا اسف طولت عليكم، بس هاي مجموعة من النقاط اللي ردت اثيرها يعني، وحتى نبدا بمحاضرنا استاذ محمد، لان هو في يعني في حقيبته الكثير من المعلومات، واذا ماكو اي مشكله حتى نبلش، واتصور اني راح انطي استاذ محمد راح انطي امكانيه انه بامكانهم ان يعلقون الشباب اذا تسمح لنا، لان استاذ بدر سامحني استاذ بشار. تفضل دكتور بشار عفوا، بس البرنامج اللي قبل شويه كانت الصور عليه بلا زحمه. اي هسه لحظه مالت الحمايه بلا هذا 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 هو عباره عن يعني برنامج سوفت وير ابلكيشن اصلا تنزل دكتور من خلال خلي بس اي نعم انا مخليه بالسلايدات راح اشرح عنه شرح حلو ممتاز. هسه سامي محمد هو اسمه بي سي مانجر، هسه انت بس جوجل تكتب بي سي مانجر راح يطلع لك واحد من منتجات مايكروسوفت، وبي نوعيتين ترى، بي يسموه الاوفلاين وبي الاونلاين. الاوفلاين تقدر تنزله يمك وتنصبه وتكمله، والاونلاين اللي هو وطبعا بي اب تو ديت الى اخره. اذا انتم عندكم امكانيه فتح المايك مو تمام، انا منطيكم يمكن بامكانكم. نعم نعم دكتور موجود. اوكي اي اوكي ممتاز. نعم شكرا شكرا شكرا. طبعا ارحب مره اخرى بعزيزي محمد. محمد مثال لشاب عراقي مثابر، طبعا انا اعتمد عليه حاليا بمجتمع الردع السيبراني من ولا يهون البقية الاعضاء، يوميا ينزل فتشي مو واحد اصلا، ينزل اكثر من شيء يوميا، على الرغم من انه هو ملتزم بدراسة وملتزم بعمل. فنرحب به حقيقة. محمد محمود مقيم في هولندا، واهلا ومرحبا بالجميع، حياك الله محمد والمايك إلك. السلام عليكم وشكرا استاذ على هذه المقدمة. بالمناسبة يعني لي شرف انه اكون واحد من طلابك وواحد من اعضاء الجروب اللي اسستوه للردع السبراني والتثقيف المجتمع العراقي السبرانيا. احنا راح نبلش بالسلايدات اللي حضرتها البارحة واللي شاركتها وياك. بالنسبة للأعضاء، أي واحد عنده سؤال بعد ما أكمل سلايد يقدر يسأل، وبقية الأسئلة إذا ما كفى الوقت يسألونها بالجروب أو يبعثوها خاص وإن شاء الله يلقون جوابهم. فراح أنا أبلش وتقدر تبلش تسجيل الصف. دكتور أعطيني الهوست. دكتور بشار الصوت واضح؟ ممتاز واضح عاشت ايدك. بس اريد هوست لان مدى يقبل عندي. لا طلعت انت يلا هسه اوكي. اي مرست اللابتوب بسبب هسه اوكي الفي ام وير. اوكي هسه يمك يمكن هسه اوكي. اي هسه تمام. شير الشاشة الثانية هو شغلي راح يكون عليها. الشاشة واضحة دكتور؟ حاليا لا ما طلعت عندنا الشاشة. اي اوكي هسه اوكي اوكي عاشت ايدك. هاي تمام بس خلي انقل السلايد حتى تمام البارتيشن ظاهره. اوكي سي اس اي سي اس ممكن البقيه تغلقون المايكات بلا امر عليكم. شباب 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 تجنبك شوف دكتور. أنا راح أنا أسوي أنا أسوي.
اوكي انا اسوي. دور يمكن هو. نعم نعم تفضل نعم اسلم. هز الصوت واضح تمام؟ اوكي تمام بالاتفاق مع دكتور بشار ودكتور بردع السبراني راح أقدم 4 محاضرات وممكن أكثر بعد ما مقررين، بس المقرر عليها أنا ودكتور بشار هي 4. راح نتداول عليها عدة نقاط اتفقنا عليها قبل كم يوم أنا والدكتور، فهي راح تكون أونلاين بلا شهادة مشاركة وإلى آخره. الهدف منها هو التوعية ونشر المعلومة الصحيحة لدى الطلبة، يعني أنا أريد أنقل خبرتي من خلال الدراسة في العراق وخارج العراق وطرق التعلم، شلون نعتمد على نفسنا أكثر من ما نعتمد على الثانوية المهنية أو على الجامعة. يعني كلنا نعرف أنه هي جامعة تخرجك بعد 4 سنوات انك حامل شهاده، بس ما تثبت انك صاحب خبره وصاحب مهاره. الخبره والمهاره هي تجي من الممارسه. المحاضره الرابعه هي احنا راح نتكلم بها عن طرق الممارسه والتعلم، وراح نذكر بها ايضا ويب سايتات، المنصات سايبر سيكيورتي اسجل بها مجانا، تعلم بها مجانا بلا ما تدفع اي دينار. فهسه راح نبلش احنا ونشارك السلايدات معاكم. المواضيع راح نتكلم عليها الاو اس والفيرتشوال بوكس والورك ستيشن، بعدها نثبت ويندوز أستاذ سيرفر. محمد، إذا تريد تسوي نعم استاذ. ميكسمايز للبي بي تي لو اتش لا 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 ثلاثة خليه هيك، يعني مرتاح بيه. ابتداء انه احنا اليوم راح نتداول الاو اس هو الاوبريتنج سيستم، وراح نتداول الفي ام وير، نثبت الفي ام وير، وإذا بقى وقت عندنا، إذا بقى وقت راح نثبت إما ويندوز سيرفر إما ويندوز 10، خطوة بخطوة وياكم، في سبيل إنه ما حد يقول شلون وما عرفت منين أجيب الأيزو ولا طريقة تحميل الأيزو وإلى آخره. السلايد الثاني هو الاي تي والانفورميشن تكنولوجي، هو مو فقط إنك تكون شخص جالس خلف كمبيوتر، هو بعدة مجالات وعدة تخصصات، كل تخصص له رود ماب معين تمشي عليه في سبيل انك تصل ليفل يمكنك من دخول سوق العمل. احنا ما راح نحكي على الوظائف الحكوميه وغيرها، راح احكي على سوق عمل. مثل ما تعرف انه عندنا احنا السكيورتي، عندنا سوفت وير ديفلوبر، عندنا النيتورك، عندنا الاي تي سبورت، عندنا تخصصات ثانية هي بالهاردوير والسوفت وير، وراح نتطرق لها ببرنامج ثاني نسوي مثل رود ماب في سبيل التوضيح لها. هو الاي تي عالم جدا كبير، ينقسم لعدة اقسام مثل ما ذكرناها، فكل قسم ما انت تريد تدخله قبلها لازم انت تكون متمكن بعدة امور، ومنها هو نظام التشغيل، انك تكون متمكن بشكل جدا ممتاز بحماية نظام تشغيلك انت بالذات، حمايته وإدامته على شكل يومي، حماية بياناتك. بعدها تنتقل للمرحلة الثانية اللي هي بحث عن تخصص ما انت تريده. يعني على سبيل المثال احنا الجروب اللي اسسه الدكتور بشار انضمينا اليه هو كان رادع سبراني، شلون احنا نحمي نفسنا بهذا العالم الكبير من الهجمات السبرانية اليومية، آلاف الهجمات تصير احنا ما نعرف عنها لأن ما نقرأ، أما إذا نقرأ راح نشوف يومية تسريب لكذا شركة بياناتها. شنو سبب تسريبها؟ سبب تسريبها هو يكون واحد من الموظفين، سبب إنه ممكن دخل يو اس بي، ممكن سرب باسورد، ممكن عطى اكسس غير مصرح الموظف آخر، الموظف الآخر استغل هذا الاكسس وسرب بيانات او سرب هو باسورد واحد يسربه، الشركه خلاص هي كلها تنتهي. فاحنا من ننتقل بعدها للاوبريتنج سيستم. الاوبريتنج سيستم هو هنا يعني نظام التشغيل، نظام التشغيل اللي على جهازك الشخصي انت كيوزر. انظمه التشغيل هي عده انظمه متوفره حاليا اذا كانت على جهاز الكمبيوتر او تابلت او الموبايل. على جهاز الكمبيوتر هو الويندوز تابع شركة مايكروسوفت، وماك او اس هو شركة ابل،
واللينكس هو مبني على نواة يو اكس، هو اوبن سورس مفتوح المصدر. معنى مفتوح المصدر هنا هو انه ممكن شركة من الشركات تطور توزيعة خاصة لها في سبيل تحمي نفسها اكثر باستخدام نظام التشغيل، تطوره وتضيف ادوات راح نتطرق عليها بالمحاضرة القادمة. نظام التشغيل اعتماده وشلون يشتغل على جهاز الكمبيوتر، لازم تتوفر عدة أمور. تتوفر الهاردوير والسوفتوير. الهاردوير اللي مجبر أنه يتوفر هو السي بي يو، وحدة معالج المركزي، وهم تابع لشركتين انترناشونال، هو الانتل والرايزن اي ام دي. وعندنا الرام، وعندنا الانبوت والاوتبوت، وعندنا كذلك بعد الستورج الديسك، وكذلك ينقسم قسمين، اما اس اس دي اما اتش اتش دي. الاوبريتنج سيستم يثبت على الديسك، على الستورج، ياخذ جزء من الرام جزء من السي بي يو حتى يشتغل. بعدها الكيرنل، الكيرنل هو الوسيط اللي يكون بين الهاردوير والسوفت وير واليوزر. الكيرنل هي مثل ما نسميه هو الشيء الرئيسي البي، فمثل ما ظهر هنا بالصوره سيستم سوفت وير او ابلكيشن سوفت وير. السيستم سوفت وير هو اللي يقصد به نظام التشغيل، اذا كان ويندوز ولا ماك ولا لينكس. نقطه راس سطر. الابلكيشن اللي احنا نستخدمها مثل في ام وير، مثل زوم، جوجل شروم، والى اخره. واليوزر لهنا واضح الشرح، او احد عنده سؤال حتى انتقل للخطوه اللي بعدها. أنا وقفت المايكات لأن تصير مشكلة، فإذا أكو أحد يرفع إيده كيفه، أو تريد نستمر وبعدين نكمل، تمام وما دي يعلقون. واضح، أوكي دوم. تمام ننتقل للويندوز، النظام الأكثر انتشارا بالعالم من شركة مايكروسوفت. أنا خليت هاي عدة صور توضح شلون أحمي هذا النظام من هجمة سبرانية، من ثغرة، وإلى آخره. الويندوز هو مو فقط نظام تشغيل تجي تنزل متصفح وتبدي تتصفح، لا، حتى تصفحك لازم تعرف انت وين داخل، لان التحول الرقمي كل يوزر يدخل المكان ويترك اثر بصمه، اللي هاي البصمه تعود كيف تنعرف؟ تنعرف عن طريق الاي بي ادرس. طريقه حمايه هذا النظام احنا نستخدم انتي فايروس مثل ما ذكر دكتور بشار، اما نشتري من موقع الشركة الرسمي، يعني ما نروح المصادر الثانية لأن أرخص ب$5 ولا $10، لا، أروح أشتري من المصدر الرئيسي في سبيل إذا صار سبب أو صار عطل، هم يتحملون المسؤولية. يعني أنا ما أروح أشتري من شارع صناعة ب$5، هو متوفر يعني عند الشركة ب$15 أو $20، ولا أستخدم برنامج كراك. الكراك هو تعني سرقة بس بطريقة ثانية. الكراك هو يكون على برنامج مدفوع يقوم بتنزيله أحد الأشخاص المتمرسين بهذا الأمر، ويضيف عليه سوفت وير إضافية تكسر الحماية. من انكسرت الحماية انتهت صلاحية البرنامج، يعني أي أوبديت يجي للبرنامج وأنت منزل كراك مباشرة يتوقف عن العمل، الدايركت يتوقف، لازم تحذفه تروح ترجع وتروح تنزله من جديد. بالذات الأنتي فايروس، كيف أنك تجيب حرامي يحمي بيتك؟ يعني هذه مغالطة حق نفسك وحق أجهزتك إذا كنت مستخدم عادي، ولا كنت مؤسسة تعليمية أو مهنية وإلى آخره. الكلام هو للجميع، لشخص معين، لأن يعني أنت ببيتك أنت مسؤول عن أجهزتك، عن أجهزة أهلك، عن أصدقائك. إذا كنت أنت بمؤسسة تعرف معلومة لازم أنك تقولها، أنه هذا الطريق اللي أنتم دا تستخدمونه واللي أنتم ماشيين به هذا غلط، لازم لهنا تقفون تمشون بالطريق الصحيح. الطريق الصحيح يبدي 1 2 3 وإلى آخره. الأوبديت للويندوز هو جدا جدا ضروري، لذلك إحنا ننصح دائما دائما ننصح. دكتور بشار أكثر من مرة تكلم بيها، يا شباب لا حد يستخدم ويندوز 7. السبب انه ويندوز 7 الاوبديت اللي عليه توقف، يعني ويندوز 7 من كل السلام عليكم يفتح لك ثغره حتى تخترق. هاي الحقيقه، يعني حتى
تروح تبحث عن رود ماب للسايبر سكيورتي فشوفه مباشره ينزل ويندوز 7 بالمختبر مالته حتى يختار. ليش؟ لان ما عليه حمايه، حمايته منتهيه، نظام تشغيل لا يصلح ابدا ابدا لا يصلح. لازم انك ترقي نظام التشغيل مالتك الى نظام يحتوي على اوبديت، الاوبديت يكون بالذات للانتي فايروس اللي داخل النظام. اذا ما تريد تشتري انت انتي فايروس، انا نسبه لي ما اشتري، مكتفي بحمايه نفسي بالطرق اللي اعرفها، ومكتفي ايضا بالويندوز ديفندر، ومكتفي بالبرنامج الثاني هو البي سي مانجر، هسه انا راح انزله، ومكتفي ايضا بالسي ام دي. سي ام دي كذلك فيها كوماند لاين، الكوماند لاين هو يسوي لك سكان للفيروسات بالكوماند لاين، تقدر حتى تحدث الويندوز بالكوماند لاين، تقدر كثير اشياء تسويها يعني تتعمق بالكوماند لاين، تقوم قليل تستخدم الماوس والكيبورد بصراحه. فاني هسه اول خطوه اسويها هي راح اثبت برنامج بي سي مانجر، ومن وين اجيبه؟ لان يعني قبل فتره شفت شخص نزله من موقع ثاني، فلا اروح انزله من موقع مايكروسوفت وابحث لحد ما ألقي المصدر الرئيسي والأساسي له. ليش؟ يعني ممكن إنه صاحب هذا الموقع اللي رافع عليه هذا البرنامج ضايف عليه سوفت وير. السوفت وير ممكن تحتوي على برمجيات خبيثة، هاي البرمجيات الخبيثة تشتغل وأنت ما تدري بيها، تشتغل عن طريق الشيل، هذا يعني نتطرق فيه بمحاضرات أخرى. الشيل ويا الأتاكر، الأتاكر يعطي أوامر للشيل، الشيل ينفذها بلا علمك، والريزلت اللي رادها الاتاكر انت ما تشوفها، الاتاكر راح يشوفها مثل ما يحصل على الكوكيز من البراوزر مالتك، من بيانات مهمه لمؤسستك، لعائلتك، صور خاصه والى اخره. بس نروح لاي براوزر انت تستخدمه، ماكو اي مشكله اذا كان جوجل كروم ولا مايكروسوفت ايدج، ماكو اي مشكله، المهم انه براوزر. نبحث عن بي سي مانجر مايكروسوفت، ظهر اول شيء، نبحث عنه لحد ما نشوف الرابط اللي ياخذنا الى مايكروسوفت حتى ننزل هذا التطبيق. فوائد هذا التطبيق مثل ما شرحها دكتور بشار، وهم راح ارجع واشرحها لي كذلك بعد ما اثبت التطبيق. تمام، هذا الرابط، واذا احد يريد انه ارجع انشره بالجروب او اعطيه دكتور بشار يخليه سوي كوبي وبيست بالشات. هو ثواني دكتور بس خلي، لان اني فاتح الشاشتين صايره خبيثه بصراحه. اللي يلا اني راح ادور تمام 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 هذا خليته بالشات، سخته ولصقته، تضغط هنا للداونلود، حجمه جدا جدا بسيط، خلاص تحمل. نرجع نفتح التطبيق، يظهر لك يس نو، انت تضغط يس، يعني مخلي لغة اللابتوب على لغة البلد اللي عايش فيها، ف جدا طبيعي. النافذة اللي راح تظهر لك هي هذه، فقط خلي اكسبت، سوي له انستال، هو يثبت من تلقاء نفسه. بعدها ندخل بالميزات اللي هو راح يعطينا اياها، ننتظر دقيقتين او ثلاثة لحد ما يكمل. تمام، هسه البرنامج صار جاهز للاستخدام. واجهة البرنامج هي تمام، واجهة البرنامج هي هذه. هو يعطيك بوستر، البوستر هنا الميزة دي انك تستخدم برامج، من انت اقلعت نظام التشغيل وبديت تستخدم برامج، اكو قسم من البرامج انه هي تشتغل بالخلفية يعني بالباك جراوند، انت ما راح تشوفها بس هي راح تاخذ جزء من الميموري. الميموري هنا هو يقصد به الرام، فلما تسوي له بوست مباشرة كان 56 صار 52،
والميزات اللي بيكون هوايه عندك مثلا التول بوكس بالسكرين شوت بالريكورد بالحاسبه بالنوت باد باللينك مباشره على بينج اي اي اللي هو بالذكاء الاصطناعي مدمج بي على بينج ترانزيت هو مثل جوجل ترانزيت يستخدم للترجمه. وفقرة الابس هنا تقدر تشوف الابلكيشن اللي كلها عندك واللي مشتغله بالخلفيه مثل ما ذكرت هسه قبل شويه، فعلا اني فاتح كنت الاعدادات وكنت فاتح الفي ام وير وكنت فاتح النوت باد لحد الان فاتح دار اي او لحد الان فاتح الباوربوينت والمتصفحين. الستورج هنا هو يقصد بالتخزين، اكو ملفات تصير وكل هارد ديسك اذا كان اس اس دي ولا اتش اتش دي ياخذ كراش. الكراش هو من نطفي اللابتوب وشغلها ويروح. فهسه اذا سوينا سكان راح يظهر لنا كم ميجا بايت صايره كراش، نحذفها ليش؟ حتى تسرع عمليه القراءه والكتابه داخل الستورج مالتك شخصيا في سبيل تسرع عمليات مثل ما ذكرت لك القراءه والكتابه. لما نسوي سكان بشوف اللي ظهر كلها ايش قد، يعني تقريبا 397 ميجا، بس بسوي له بروسيد وتنتظره خلاص. الخيار الاخر هو الخيار ب الويندوز ابديت وبالمايكروسوفت ديفندر انتي فايروس اللي تكلمنا عنه قبل شويه. اذا انت ما تريد تشتري انتي فايروس من المصدر الرئيسي من شركه الام مثل ما تسمى وما عندك القدره الماليه، يعني ما كل الناس عندها قدره ماليه تشتري سوفت وير، تقدر تستخدم هذا مجاني. يعني مايكروسوفت هي طرحت لك عده خيارات وانت اختار اللي يناسبك. فاذا سوينا سكان هو راح يسوي سكان سنيل سكان، سكان سريع للسي او للدي. اذا ظهر فيروس راح يعطينا اشعار عليه، واذا ما ظهر يعني ماكو اي شيء ونقدر نستخدم مايكروسوفت انتي فايروس ديفندر بعده طرق في سبيل انه نفحص جهاز الكمبيوتر ان ديب. قبل كم يوم انا لقيت فيروس جهاز الكمبيوتر مالتي، ما لقيته عن طريق البي سي مانجر، لا لقيته عن طريق امر ثاني. بعد ما يكمل راح نشوف شلون نسوي. ننتظره بس لما يكمل، ممكن يستغرق يعني 3 دقائق او 4 دقائق. فهنا مثل ما تشوف انه يسوي سكان الفايل فايل والفولدر إذا فولدر. نعم نعم إذا نعم دكتور كم إذا أكو مداخلة خل اي نسمعها اذا اكو أوكي. مداخله خلي يعني ليش لا. أوكي هو يعني زي هي أستاذ محمد الأمور إذا الشباب عندهم مداخلة فأنا فتحت المايكات يعني تمام بإمكانك أن تفتح المايك. طبعا أرحب على بأخوي دكتور مصطفى صادق موجود ويانا حاليا وذكرناك اهلا بخير وسهلا. قبل الميت. اي والله قلت له يعني اذا اجى دكتور مصطفى فراح. دكتور مصطفى حياك الله. الصوت عنده مو واضح يمكن اي لا لا هو ايش. ويانا بس خاف بعيد شوي عن اذا اكو سؤال او نستمر شباب. اوكي اكو سؤال ولا تشات؟ اهلا وسهلا دكتور مصطفى. حياك الله. نعم دكتور ماكو سؤال. ننتظر اي اوكي الاسكان يكمل ننتقل هو للخطوة الثانية. الفيتشرز الاخرى تقدر تحكيها بين ما يعني يكمل الاسكان وطبعا في فيتشرز هوايه. اي بين ما يكمل الاسكان. السلام عليكم. وعليكم السلام، عليكم السلام شلونكم ورحمه استاذ؟ الله. شلونكم دكتور بشار؟ شلون صحتك؟ حياكم الله حياكم الله استاذ حسين، شلون الصحه؟ الله يحفظك. انا احد الطلاب اللي حضرتك ناقشتهم ايام الماجستير من نجف مية الى هلا من باب العفو، مية هلا حياكم حاليا الله ادام جامعه الكفي. الله يحفظك. ربي يحفظكم. لا الله يخليكم. العفو دكتور، احنا هسه حضرتكم تتكلمون عن الاسكان. استاذ محمد طارق انه قال انه بعض الفيروسات انه ما نقدر انه ناخذها خلال هذا الاسكان، انه اكتشفها بسكان اخر، طيب بمعنى انه كفاءة هذا الاسكان ايش قد تقدر نقيمه؟
كفاءته انا اقيم لك اياه من 100، اقيم لك اياه فوق ال 50%. بس الاسكان الثاني اللي ذكرت لك عليه هو داخل الويندوز، يعني انا ما ضفت اي ولا اشتريت اي ابلكيشن ولا سوفت وير خارجي، استخدمت الصلاحيات اللي معطيني اياها مايكروسوفت. يعني اذا نرجع هنا للباوربوينت، هاي الصوره الثانيه، هاي كانت تعمل اسكان من السي ام دي، للابلكيشن، من السي ام دي، مو تمام؟ وهاي لا هذه بخيار ثالث هسه راح اتطرق اي عليها، اي لان نعم. هو الاسكان الثاني اللي راح اتطرق عليه داخل الاعدادات بثلاث خيارات، بالسنيل سكان، الاسكان السريع اللي نفس هذا، نعم. وبالانديب. الانديب انا حسبتها استغرق وياي تقريبا 10 ساعات، يعني من قعدت من النوم شغلت اللابتوب سويت سكان رحت للشغل ورجعت وبعده الاسكان شغال. نعم. يعني عفوا، هو هو حتى سوى سكان فقط للسيل وكل الفولدرات لو لا انت لا لا عندك لا 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 هس راح اشوف لك اياها خطوه. الاسكان الثاني اللي ذكرته هو انك تدخل للضبط، نعم بعدها تدخل للحمايه. بل تمام، هنا مشكله انا الويندوز مالتي مو انجليزي، فاذا فاتح اللابتوب مالتك اتبع خطوه العفو، انا بالتليفون ده اتابعكم. بالتليفون. تمام دكتور، الدكتور هو يمكن راح مسجلها اي للجلسه، نعم فراح نعم نعم تمام بعدين هو راح ينشرها نعم باليوتيوب. ممتاز. تمام، اساني دا استخدم ويندوز 11، لان ويندوز 10 شويه الانترفيس مختلفه، فحتى لا احد يجي يقول انه الطريقه ما صارت، فحتى نتجنب هذا الشيء. لما دخلنا انطانا عده خيارات، انه هسه اني الفايروال مالتي شغال، الانتي فايروس شغال والى اخره، يسوي اسكان للبراوزر وللابلكيشن اللي عندي اللي هي سوفت وير. فهنا مكتوب ويندوز بفايلخ ان اوبن، يعني هو هنا يقصد بيها انك تفتح نافذه ثانيه تدخل الخصائص الانتي فايروس مال مايكروسوفت ديفندر. تمام، لما تفتحها تظهر لك هاي نافذه ثانيه، نعم فتفتح اول خيار. اول خيار شوف اخر اسكان ايش وقت احنا سويناه، 27/7/2023، قبل ايش قد؟ قبل 4 دقائق، اللي هو مالت بي سي مانجر. متفقين عليه هذا الشيء؟ هنا عندك نعم الخيارات اللي مثل ما يقولون السوفت وير اللي بيها تريك. التريك يصير هنا باول خيار، والسكان اوبشن اوبشي اوبشن عفوا راح اذكرها بالانجليزي. السكان اوبشن هي اللي بيها العده خيارات، فلما اضغط عليها شوف كم خيار ظهر. فول سكان او ديب سكان او اي اول واحد سنيل سكان، اي هو يعني سكان سريع، يعني يقول لهم السلام عليكم ماشي. الفولدخ سكان هذا لا، هذا ما يقول لهم بس السلام عليكم، يقول السلام عليكم واحد واحد. هذا يفتش لك الملفات كلها من سي لحد اخر بارتيشن، يدخل على فولدر فولدر وفايل فايل. اما الخيار الثالث اللي هو انك تعطي صلاحيه، ان مثلا على سبيل المثال الثاني راح افتح الديس بي سي، اني هسه دا اشيك فولدر الاي تي عندي فيروس ممكن، بس ما اعرف اي ملف من الملفات هذه يعني. تمام، فاختار الخيار الثالث وراح يسوي الاسكان. الخيار الرابع هو المايكروسوفت ديفندر انتي فايروس. هذا الخيار لما تضغط عليه تعطيه موافق، راح يسوي عندك شغله ثانيه، راح يعطيك دقيقه واحده ويرست اللابتوب. بعد ما يرست اللابتوب خلي اشوف الصوره اذا موجوده بعدها عندي ولا حذفتها، حتى اشوفك الصوره كيف كانت. تمام، التليجرام مفتوح بشاشة ثانية، بس خلي أشوفها، أنه أتمنى الصورة بعدها موجودة عندي، يعني ما حادثها. سيف بالداونلود. تمام، نفتح نافذة ثانية. انكير. شوف حبيبي هنا طفت اللابتوب، سوالها ريستارت.
دخل عن طريق السي ام دي او ما يسمى هنا باور شيل او الشيل مالتها مالت الويندوز، فبدا يسوي سكان. هذا يسوي سكان للبرامج اللي انت مثبتها بشكل عام، وبشكل خاص البرامج مايكروسوفت، البرنامج اللي تنزله من مايكروسوفت، لان مايكروسوفت ما بس عندها باوربوينت وورد، لا عندها هواي برامج، يعني حتى عندها الاجور والكلاود والى اخره. يعني هذا يسوي لها الاسكان، بس الاسكان اللي لقطت الفيروس فيه هو كان الخيار الثاني، هذا الخيار. فجرب وراح اشوف، بس يعني اقول لك اياها انه راح يستغرق وياك وقت، كل ما عندك ملفات اكثر باللابتوب كل ما وقت يستغرق اكثر. والخطوه الاخرى اللي استخدمها حتى اسوي سكان، بالبحث اكتب سي ام دي فتظهر عده خيارات. انا اختار انه تشغيل كآدم، دائما هو يكون الخيار الثاني، فهم راح تظهر نافذه يس نو، تختار يس في سبيل تفتح، فراح تظهر لك هاي النافذه، تكتب امر بسيط جدا هو سي اف سي سلاش سكان ناو. راح اخليه بالمحادثه، المحادثه هنا زوم اوكي. اوت تكبير للشاشة من يمك بس الفونت رايت كليك. لا دكتور ما يصير، مو مثل الباور شيل. لا هو رايت كليك بالتايتل بار فوق بس رايت كليك اي ثانية فورماتينج اكو يمكن عندك مو انت اللغة ما مدى اعرفها اكو عندك لا انا مواني جربتها يعني. يلا اوكي براحتك تمام انا خليت الامر بالمحادثة، فبس تضغط انتر هو مباشرة راح يسوي لك سكان. وهذا الاسكان بعض الاحيان اذا عندك مشكلة او خلل داخل النظام داخل السوفت وير، يعني صار تحديث صار خلل، هو يقوم باصلاح. وعن تجربة يعني على ما كنت على ويندوز 10 كنت استخدمه كان يجيب لي نتائج جدا ممتازة. ومرة من المرات مع شخص آخر كان على مود سوفت وير ننزل انا وياه، ف اقترحت عليه انه يسوي سكان، فلما سوى الاسكان هذا فعلا طلع كان اكو مشكله بالسيستم، وهذا الاسكان هو اللي اصلحه. واكو طريقه اخرى يعني هم تقدر انك انت تسويها، وهي تضغط بالكيبورد ويندوز وحرف ار فتظهر هاي نافذه، تكتب ام ار تي كذلك تضغط انتر، وهم تظهر نافذه ثانيه يس او انت تضغط يس بعدها تظهر لك هاي النافذه. هي خليها على جنب لما تكمل، راح تطلع لك نيكست. فانت لما تختار نيكست فشوف كذلك الثلاث خيارات، السنيل سكان مثل ما ذكرناه هو السكان السريع، والثاني هو يكون سكان ان ديب، هذا كذلك لقيت بي فيروس. تمام نرجع على هنا وبعدين نكمل. هنا اكو مشكله عندي اني بالنظام، فبس اضغط بالاسهم الاتجاه للاعلى راح يظهر لي الكوماند اللي انا كتبته، بعدها كذلك انتر راح يرجع يسوي سكان مره ثانيه للاوبريتنج سيستم، راح يصلح هذا الشيء. هذا نتركه ونرجع هنا. السنيل سكان هو مثل ما ذكرت لكم يسوي سكان بشكل يعني رسمي خلينا نقول، والفولدر سكان هو يسوي سكان اندي بالكمبيوتر، يبديها نفتح البي سي يبديها من السي ينهيها بالفي، يبديها بارتيشن بارتيشن، كل بارتيشن يدخل فولدر فولدر وفايل فايل لحد ما يكملها كلها. بس شنو يستغرق وقت كلش هوايه، يعني انا قلت لك اياها انا استغرق وياي اخر مره اكثر 10 ساعات تقريبا، يعني رحت للشغل ورجعت هو بعده شغال. لقيت بالهارد مالتك لقيت 2 تيرا 1 تيرا الهارد مالتي دكتور 4 تيرا اي عندي واو اني، اي طبعا 100% بس شنو انا مقسمها يعني ما هو ما عليه بالتقسيم هو يسوي سكان
تدري بس ما كلها فل يعني، انا يعني عندي فهمتك بارتيشنات اي دكتور مثلا، هنا عندي بارتيشن خالي يعني ما بي اي صح شيء بعد صح لحد صح الان، ايه بس هذني بهن مواد الدراسه والى اخره. فهذا الموضوع كملناه، هذا نلغي بعد ما نحتاجه، نرجع للسي ام تي. فبعد ما كمل المية تظهر لك الجمله هذه انه انت ما عندك اي مشاكل بنظام التشغيل. اذا ظهرت لك نفس هذا النص الكامل، فانت بس كل اللي عليك تضغط السهم للاعلى تضغط انتر، مباشره يعيد الاسكان. حتى السي ام دي تقدر تحدث بها الويندوز. شلون احدث بها الويندوز؟ كذلك للبحث تكتب سي ام دي وتشغلها ادمن في سبيل تنفذ اوامرك، وراح نجرب سوا. صارت فالامر اللي اول شيء نكتبه واني مجهزها على صفحه حتى ما نستغرق وقت هوايه، وهم راح اخليها بالشات. بس اضغط انتر، هو راح يسوي ريسيرش داخل البي سي مالتك ويشوف اذا اكو شيء. فتضغط يس وانتر، تمام. انا شنو اللي عندي محتاج له ابديت؟ محتاج عندي في ام وير ورك ستيشن. انا ما راح اسوي ابديت لان راح يطلب مني عندي ريستارت ونخرج من الزوم ونرجع، راح يستغرق وقت. انا بعد المحاضره راح اسويها، ويتطلب من عندي مايكروسوفت فيجوال سي بلس بلس من 2015 2020، وكذلك مره اخرى يتطلب من عندي هذول الاربعه احدثهم. زين اذا ردت تحديثهم بالكامل شنو اسوي؟ شنو اكتب؟ تكتب اللاين اللي ظاهر هذا، هم راح اخليهم بالشات دكتور، بس خليها بالشات وانفذ الامر. بلاك يس هو اكو طريقه اخرى يعني حتى تخيل بالباور الانسان، شيل. لا هو غير الباور شيل، الانسان كثير معرض للنسيان فيسويها باتش فايل يخليها على الديسك توب، بس يسوي دبل كليك عليه ينفذه وينتهي الموضوع مال الابديت او مال غيره او مال الاسكان. يعني استخدم هاي الطريقة. هو اليوزر متاح له عدة طرق. اي لا صحيح، بس للنسيان يعني انت هو هذا الكود بس مجرد تخزنه اني نيم دوت باتش بي اي تي، فراح يسوي دبل كليك عليه ينفذه دايركت حتى من الديسكتوب. حماية جهازه، إدامة جهازه، تحديث جهازه. فاني ما كل المرات بصراحة أتبع هاي الطريقة، لا أنا أتبع للويندوز أبديت، واضغط الأبديت واشوف إذا ظاهر عندي بس دقيقة بس خلي أبديت. أشوف إيمان باسم، إيمان ويانا سمعينا، شنو قصدك هاي بالجيت باش؟ يعني شو تريدين قصدي من عندها؟ دكتور الجيت باش هي هو خلي تابع أشوف هي ليش كتبت علامة استفهام يمه، مو أنا أعرف شنو بس هي أريدها شنو يعني حاط انا ببالها هم بين اعرفه مستخدمه بالسابق يعني. هاي إيمان سمعينا؟ مرحبا دكتور، هلا اسمعكم تسمعوني؟ اي حياك الله، خليتي علامه استفهام، عندك شيء تريدي على الجيت باش؟ لا بس بدي اسال انه عادي انه اطبق على الجيت باش؟ انا سمعتك تقول انه واحد معرض للنسيان فممكن نستخدمه كفايل، فكانه سمعت جيت باش بس بعدين عاشتين غير شيء يعني. صح اي فبس هاي عاشتين اوكي تمام. بالمناسبة أوامر الجيت باش هي أوامر لينكس، يعني تقدر تستخدم هاي الطريقة بالجيت باش. حتى الجيت باش إذا تروح هسه لأي براوزر عندنا ونفتح نافذة جديدة نكتب جيت باش. أنا راح أعوفكم ويا محمد 3 دقائق وأرجع، إيش 4 دقائق، أوكي؟ تمام راح. تمام دكتور، بس أشوف الجيت باش لأن أكو بي أمر كذلك. حتى الجيت باش لما نريد نسوي له داونلود راح يظهر لنا انه لاي اوبريتنج سيستم لك كيوزر، ماك ويندوز ولا لينكس. ومن جوا بالاخير هنا مكتوب جيت كولون اتش تي تي بي اس والى اخره. هذا الكوماند اذا سختيه وسختيه بالباور شيل
الباور شيل كذلك لازم يكون تشغيله كادمن. الباور شيل اذا شغلتي كادمن سختي هذا الكود بي اي راح يثبت، وعلى الاوامر يعني الشخص اللي يحب يتعمق بهذا الشيء يكتبها كوماند لاين باور شيل مايكروسوفت، فيدخل مايكروسوفت للدوكيومنتيشن مالتهم ويقرا بها، ذاكرين بها عده اوامر وعده طرق لتحديث ويندوز او تثبيت سوفت وير والى اخره. يعني الخيار هو خياركم انتم بالطريقه اللي تناسبكم اللي تناسب اليوزر. انا دائما اقول انه لا تلتزم مع شخص معين لانه هو يتبع هاي الطريقه. يعني ممكن انه انا اتبع هاي الطريقه واتبع الطريقه التقليديه ما ظهر لي اي ابديت ولا اي شيء، بس هنا ظهر لي ابديت هو فعلا الدارو اي او هو النسخه السابقه. انا ما حدثت له لان استخدامي له هاي الفتره جدا قليله. والورك ستيشن كذلك من فعلتها خليت الكي الاكتف مالته، طلب من عندي تحديث. وين التحديث؟ هنا نجي شوي انديب. الفيرجن هو الاصدار اللي يقصد به مطورين البرمجيات. الشركه ورك ستيشن طورته من 17 الى 17.2، كذلك الدار من 13.9.9 الى 21. يعني كم اصدار ما حدث، عدة إصدارات. والتحديث هو يستحسن أنه البرنامج اللي يتوفر به تحديث أنزل التحديث مالته. السبب ما السبب هذا أنه ممكن أثناء التحديث ظهرت ثغرة بالفيرجن القديم، ظهرت ثغرة بالفيرجن القديم. الفيرجن الجديد هو سد هاي الثغرة اللي كانت. فلذلك انه دائما احنا عندنا بالمدرسه المدرس مالتنا دائما ينصح انه يا طلاب حثوا دائما يوميا ما تستغرق من وقتك 5 دقائق للتحديث. فحتى على طريق كلمه الجيت بيجيب السورس من جيت هاب. هذا الشيء هو عادكم، فيريد يحدث بهاي الطريقة أو يحدث لا بالطريقة التقليدية فهو العفو، ممكن مخير. مداخلة؟ نعم العفو، آسف على المقاطعة أستاذ اتفضل حمد اتفضل الحبيب، اتفضل. بس أنت اختاريت، العفو، اختاريت الأربعة all، يعني will get اي سو اني each اي دائما اختار upgrade each all. all. اي هو إذا اختار، إذا أريد أختار مثلا ابلكيشن واحد، أريد أختار ابلكيشن واحد، شنو الـ يعني والله الكود ما الخلي، مجرب اني للاسف ما مجرب انه احدث يعني ابلكيشن او لربما، ابلكيشن معين، فراح ابحث لك عنه نعم واشوف لك الطريقه مالتها. تمام ممنون، قلت لك آسف. انه الباور شيل هو جدا عميق، يعني اللي يتقن باور شيل هذا شخص متمكن بصراحه. فموقع مايكروسوفت تقدر تشوف الشيل مالتهم، مو بس التحديث، راح تلقي هواي اشياء بها، حتى طرق تثبيت البرمجيات لينكس كلها بالكوماند لاين. احنا راح نستخدم لينكس، اللي راح يكون عندنا محاضرتين بلينكس، فما راح نستخدم نروح للبراوزر ونبحث ونسوي داونلود، لا راح نستخدم كله بالتيرمينال. هذا سودو، الشيء راح نشوفه نعم بالسودو، لان نعطي صلاحيه الادمن، لان احنا لما نسجل دخول بالاوبريتنج سيستم هو يوزر عادي نورمال. لما نعطي سودو اس او يعني روح لنا للروت نبدي نسوي تحديثات والى اخره. ننتقل للسلايد الاخر بالكوماند. ايضا اذا نريد نعرف الاي بي ادريس مالت الجهاز الشخصي مالتنا كرت الشبكة وإلى آخره،
عندنا عدة طرق، يعني إما نقدر نستخدم كوماند لاين بالسي ام دي أو نستخدم الكنترول بانل. إذا نستخدم السي ام دي كذلك سي ام دي مباشرة اوبن، يعني ما يحتاج انه تخليها ادم. الكوماند لاين اللي تكتبه حتى يظهر الاي بي ادريس، يظهر لك معلومات الشبكة اللي انت متصل بها، تكتب اي بي كونفيج، لما تضغط انتر راح تظهر كل هاي الاشياء، هذه كلها راح تظهر. هسه اني حاليا كجهازي متصل وايرلس، هو اللان ادابتر واي فاي. الاي بيات مثل ما تعرفون، يعني يكون الاي بي فيرجن 4 وفيرجن 6 والاسباب اللي اختاروا 4 و6 والى اخره، نطرق هو لها هسه فعال ممكن. عندكم الاي بي فيرجن 6 لو بهولندا؟ والله دكتور مو شرط، مرات نستخدم ال6 مرات ال4، بس كاتصال داخلي بيناتنا كله 4، لان حتى بالمدرسه من اسوي تاسكات، حلو. التاسك اللي خليته اني هنا، لا اللي خليته هنا البينك، كنت استخدم فيرجن 4، سويت فيلان، وصلتهم على شبكه واحده وعن طريق الكيبل، نعم. وسويت بينك بين الاثنين انه صار اتصال في سبيل انه شير ملف من نعم. السيرفر عفوا من الويندوز الكلاينت للسيرفر. هو هنا شباب استاذ محمد يقصد انه ذني بعض الشغلات احنا هاي البلاك سكرين ما نستغني عنها كمتخصصين، سواء كان امن معلومات او امن سيبراني، اللي هو من خلال الباور شيل او من خلال السي ام دي. بعض ذني التريكس اللي هي انت لازم تستعملها او تصير عندك مهارة باستخدامها. طبعا استاذ نوفل قبل شويه كان احد الاخوه سال على الايعاز اللي يستخدم ب اوكي لواحد من التطبيقات وانطى واحد الجواب. انا ما مستخدمه بصراحة، يعني حلو، حتى ممتاز ممتاز. لا هو صار في احنا نقاش على مود واحد يفيد الاخر، طبعا موجود بالشات خلاص. انا شكرا قلت استاذ الدكتور نوفل. بشار يعني انه اكون وياكم في سبيل اكتسب خبرة من عندكم، خبرة من الشباب اللي كل موجودة، خير خبرة والبركه جميعا. من الخريجين. اذا نرجع خطوة لورا بعدين ننتقل للاي بي كونفيج، هنا ظهر لنا كل الديتيلز اللي يقصد بيها الوصف والى اخره، كم ميجا سوى للابديت. مثلا اكثر برنامج كان عندنا هو الفي ام وير ورك ستيشن برو، لان هو ينقسم قسمين برو ولاير، انا استخدم البرو، اللاير ما مستخدمه بصراحه، لان حتى اذا حد سال سؤال أنا ما مستخدم، يعني بالمدرسة إحنا نستخدم البرو وعندي التفعيل مالته، راح نتطرق لها بهاي المحاضرة الفرق بيناتهم. أكثر حجم هو كان 607 ميجا بايت، وكذلك بعدها كان 99 ميجا بايت هو الدار والبرنامج اللي استخدمه للتصميم، والمايكروسوفت فيجوال سي بلس بلس. النهاية كان سكسفلي، يعني خلاص انتهى كل شيء وكل شيء تم بصورة صحيحة بلا مشاكل. يعني إذا ظهرت أي مشكلة أثناء الداونلود وتصل للإنترنت وإلى آخره، راح تظهر لك إيرور بلون أحمر في سبيل أنه توضح لك السبب وين صار. هاي بعد ما نحتاجها نغلقها. نرجع سؤال، لل اكو سؤال سأله علي جمال. طبعا ما هو انت اذا انت مستخدم كراكات سوفت ويرات مكركه راح توقع بهذا المطب، اللي هو يقول اذا احدث يوقع، يعني يطلب سيريال جديد. بس اذا انت لا الدكتور، مو هو المشكلة أكو تحديثات ثانية ضافوها بالجديد، صح، مثلا الأدوبي بريمير، أنا راح أحكي للأدوبي بريمير لأن يعني هذا الشيء أنا استخدمته، يعني خلينا نكون واقعيين، أنا هم استخدمت كراك إلى ما قدرت كافي. أدوبي بريمير أثناء التحديث فوتوشوب عفوا راح يطلب سيريال جديد. نقطة رقم هاي اثنين، زمان صح. إذا انفعل كراك على مايكروسوفت أوفيس، إذا كان 2019 أو 2020 21 بلا
نظر للسنه اللي اصدر بها، اذا سويت هذا مردود. الامر اللي انا نعم سويته راح يقع من عندك. ليش؟ صح صح لان السيريال اللي داخل بالكراك هو غرضه كسر حمايه. الاوبديت هو هذا هو جواب علي. صار آه. اوبديت للحمايه. حلو. إيمان، احنا ليش إيمان نسوي باسم رافعة إيدها، خلينا نشوف شو تريد. تمام دكتور. طبعا انا عندي في المداخله، بما انه يعني هي جلسه حتى نتناقش ونتعلم، وانا بدي اتعلم مثلكم. هو سؤالي يعني، يعني سؤالي انه هذا كاداه، ممكن اكو تولز يعني يكون اكو ثيرد بارز او يكون باك دور يعني يترقبك وانت اوكي، يعني هي صح من مايكروسوفت، بس يعني هذا مو ممكن ان يكون هو فد، شلون نقول، منفذ انه الهاكر اللي قاعد يراقبه وياخذ يعني يدخل الديفايس مالتك. زين احنا هنا نقدر نخلي الدوكر كونتينر الدوكر انه اني اقول انت احمي مثلا السي، او احمي لي الدي والاي والاف، او احمي لي بس السي. يعني انا اخليه انه يحدد فولدر معين انه هو يسوي له سكان، بس حتى اني اامن الفولدرات مالتي اخلي كونتينر دوكر على مود يكون يسوي ازوليشن. فيعني اني اشي ببالي جاتي هاي حابة جربيها، اسمع والله منكم. جربيها. هو اكيد راح اجرب، بس حابة اسمع من حضرتك يعني اذا يعني مجرب هيك شيء، او يعني أنا اذا شفت بالنسبة لي لا، اذا ما تشوف ما تساؤلي، يعني اذا أي تشوف تساؤلي منطقي، لانه يعني اني همنا درست فترة مال الهكر الاخلاقي، فهواية تولز هو بس يعني انه مال مراقبة مال غيرها، انه يعني كلها عن طريق الشبكة، انه كأنه اني افتح له باب تعال ادخل للجهاز مالتي، او يعني يعني شوف اوكي تشيك. بس هنا لازم انت تكون هم مسوي فد اشياء ثانية يعني حتى more secure، لانه ماكو شيء امن. وبس شكرا. باللي ذكرتيه بدوكر، انا ما مستخدم دوكر لحد الان. سبب انه ما مطالب مني كدراسه ولا اكو وقت انه استخدمه بصراحه. هاي نقطه. النقطه ايه الثانيه اللي اعرف. ذكرتيه، ممكن ذلك يصير بالكونتينر يعني. واكو شغله اخرى، بالانتي فايروس المدفوع. يعني هو المدفوع بعده خيارات. الخيار الفول اللي ينطي فول اكسس، هذا الخيار وراح يسوي سكان على طول الوقت، يعني حتى اذا انت ما اعطيتيه اعاز وراح يسوي سكان. هذا الشيء جربته لما كان عندي واحد من السوفتوير اللي كنت استخدمهم، كنت استخدم بالسابق ام سي، كنت استخدم هذا الانتي فايروس. هذا اكتشف لي كذلك فيروس مرة من المرات، وهذا مكافي. كذلك يعني بخيار آخر. شلون يصير؟ تحددين تعطيني اوبشن، مثلا انا اريد تسوي لي سكان بس للدي، اني اشك بالدي اكو شيء، او اريد اسوي يعني حتى كان انا راح اثبته هسه، راح اثبته واشوف هم بخيار. بس مشكله المجاني ما راح يعطيني خيارات هوايه، يعني من لما ادخل لا، هم للداون. مستخدمين عوف التثبيت مالته. تمام دكتور، بس خلي اوضح الفكره. يعني من تضغط كليك ايمن راح ينطيك هنا اوبشن اسكان بهذا الانتي فايروس. محمد الحدراوي اذا كان هكر محترف راح يراقب البروتوكول. ايه صحيح، محمد راح يراقب البروتوكول ويراقب البورت اكثر شيء، يعني هو يدخل عن طريق البورت فيشوف اي بورت مفتوح بلا فلتر، فيدخل عن طريقه. السؤال هذا ممكن بيوم النقاش بي مع استاذ عمار. استاذ محمد يا ريت تخلي بالك، المشكله انه انا ما على اقدر احضر ويا استاذ عمار، لان يعني شغلي يكون يوم السبت بوقت اللي استاذ عمار يعطي المحاضرات، فاني على ما اعتقد انه استاذ عمار بلش وياكم بالدوكر، فهذا الشيء لازم تسالونه الاستاذ عمار، لان يعني هو صاحب خبره جدا كبيره بهاي الامور. دكتور نرجع للسلايد مالتنا. نعم نعم استاذ، نعم تمام.
هنا فقرة الاي بي ادريس. الاي بي ادريس هو هويتك بالانترنت، يعني انت من تمشي بالشارع وصار حدث وجيت سيطرة الى اخره، فتعطيهم الهوية في سبيل هاي الهوية تثبت انك هذا الشخص بالانترنت. شلون؟ بالتصفح. شلون؟ بالتصفح. هنا عندنا الاي بي ادريس والماك ادريس، طبعا هم مختلفين الاي بي ادريس والماك ادريس. الاي بي هو ينأخذ من الراوتر، أنا متصل على راوتر، والماك أدرس هو ينأخذ من السويتش، وهذا كمان راح أوضحه تقريبا بآخر محاضرة. أي محمد، مو أنا قلت لك هو اليوزر هو الأنتي فايروس، لأن مرة من المرات سألت أحد المدرسين اللي عندنا بأي أنتي فايروس تنصحني، قال لي أنصحك بنفسك. قلت شلون يعني بنفسي؟ قال هو انت نفسك انتي فايروس، يا اما انت تحمي نفسك يا اما انت تأذي نفسك. نرجع هنا مره اخرى، اذا تريد تعرف انت الاي بي ادرس مالتك اللوكال اللي داخل الشبكه، فشوف اذا انت متصل ايثرنت ولا متصل بالوايرلس الواي فاي. انا متصل بالواي فاي، هنا موجود عندي وايرلس لان ادابتر واي فاي. الاي بي ادرس فيرجن 6 هذا مالتي، وكذلك عندي الاي بي ادريس الفور هذا هو، والسبنت ماسك، والاي بي الجيت واي. الجيت واي هنا يقصد بي اي بي الراوتر، يعني الراوتر كذلك له اي بي ادريس. الاي بي ادريس مال الراوتر يبدي من الريجن 1.9.2.0، هذا اني شي احكي داخل الشبكه، يعني هسه اخويا وامي وابوي متصلين، اذا اتصلوا باجهزه لابتوب وكتبوا هذا الامر نفسه راح يبدي يعد وياهم من اول رقمين تبقى ثابت 1.9.2.1.6.8.11 يبقى ثابت، بس الواحد هو راح يعد من الواحد الى ال 255، اللي يعني لغه الكمبيوتر تفهم الباينري 01 ويبدي يعد من الصفر الى ال 256، يعني من نقول واحد هو مو واحد هو صفر، والواحد اللي احنا نقصد به بلغتنا احنا البشر، الاثنين اللي نقصد بها بلغتنا احنا البشر بلغه الكمبيوتر لغه الاله هي تعني واحد، هذا الشيء لازم تنتبهون عليه كذلك، يعني ممكن تنسالون به بمقابلات العمل، يعني سالت به مره من المرات. فلهنا إذا حد عنده سؤال حتى أنتقل للسلايد اللي بعده، أنتقل للفي أم وير، ليش إحنا نستخدم الفي أم وير وإلى آخره. الفي أم وير الغرض منها والغرض من استخدامها أنه إذا أردنا نثبت نظام تشغيل آخر لازم أنه إحنا نروح نشتري جهاز كمبيوتر أو نشتري لابتوب، يعني مو كل البشر عندها هاي القدرة المالية انه يشتري 3 أجهزة ولا 4 أجهزة. فصنعوا واخترعوا الفيرجواليشن اللي هو شيء افتراضي، بس لكن هذا الافتراضي هو ياخذ فيزيكال ماشين. الفيزيكال ماشين تعتمد على الهوست. الهوست شنو هو الهوست؟ هنا مثل ما موضح الهوست هو انت جهازك الكمبيوتر، الفي ام يثبت على الهوست. فايش راح يصير هنا؟ راح انت تعطي للاوبريتنج سيستم اللي يثبت داخل الفي ام، تعطيه سي بي يو من السي بي يو الهوست واللي هو انت، وتعطيه رام وتعطيه ديسك. والاي بي ادريس هنا بيترك كلش حلو ودوخني وسالت بقتها دكتور بشار عليه. الاي بي ادريس هنا اما ياخذ نات وما ياخذ بريدج. النات هو راح يكون منعزل، ما راح ياخذ نرجع لهنا، هذه هم زي ما غلقناها، ما راح ياخذ من هذا الاي بي ادرس، لا راح يبدي ياخذ من هذا الاي بي ادرس. شلون يعني؟ راح هذا الكلام اللي قلته راح نوثقه لما نصل كالي لينكس، ونشوف لما نثبت 2 او اس هو البارود والكالي، ونشوف الاي بي ادريس. راح نخلي واحد منهم نات والثاني بريدج، او ممكن ويندوز 7 نخلي بريدج وذولي نخليهم نات، ونبدي نكتب الكوماند حتى نشوف صحة كلامنا 100% هي.
والفي ام وير مثل ما ذكرتها وشرحتها هسه انه تقدر تستخدم اكثر من اوبريتنج سيستم داخلها بلا ما تسوي فورمات لجهازك الكمبيوتر وتفقد مثلا بيانات او تطبيق او الى اخره. فهي شغله جدا مفيده للطلاب اللي تريد تتعلم بصوره صحيحه. عندنا الفيرجوال بوكس وعندنا الورك ستيشن. الفي ام وير ورك ستيشن هذا يكون مدفوع، واذا نجي نبحث بالبراوزر نكتب في ام وير ورك ستيشن برو. تمام، اذا تريدون انتم تنزلوه فانا راح اتبع الخطوات انا ثبتته، فحتى بس اشوفكم اياها شلون تصير. تجي على اي رابط من الروابط، بس ما تدخل على روابط مجهوله، تثبتها، تدخل من الشركه اللي صنعت هاي السوفت وير. تمام، هسه احنا وصلنا بهذا وقتنا الفيرجن 17 نفس ما قبل شوي شوفتكم بالسي ام دي على الفيرجن شلون تحدث من 16 الى 17، من 17.01.02 والى اخره. هنا راح يعطينا عده خيارين، عفوا تراي انك تجربه او تشتري، انت مخير يعني مدى يجبرونك. اذا تراي تضغط هنا وراح تشوف انه اعطاك كذلك خيارين اخرى، انت تستخدم ويندوز ولا لينكس. اذا ويندوز تضغط ويندوز، واذا لينكس تضغط لينكس. بس تضغط مباشره راح يتحمل، انا حملته وجهزته حتى اختصر من الوقت اكثر. واذا نرجع للباي والشراء، اذا ندخل هنا راح نشوف شويه ارقام خياليه بصراحه ممكن هذا الشيء، فنبحث عن الشراء مالتها. تمام، الشراء مثل ما انا ذكرت لكم هنا عندنا برو بلاير، راح نشوف الفروقات بيناتهم. مثل ما البرو هو كل الخيارات فعلى لنا، مثلا نسوي النتورك مثل ما ذكرتها لكم، نسوي ريموت بين الهوست، نثبت اكثر وتثبت الاي اكس الاي اس اكس اي سيرفر. هذا بوقتها كان عندنا تاسك بالمدرسه اشتغلنا عليه، هو تابع الفي ام وير، هذا تشتري المؤسسات. دكتور بشار انتم تستخدمونه ولا تستخدمون شيء اخر لا ما يستخدم، ما يستخدم عندنا. تمام، احنا نستخدمه هذا على سيرفر ديل، ويندوز سيرفر مثبت عليه كان 2019، كان عندنا الغرض منه التحديث في شهادة الحماية كانت منتهية. بس هذا العيب الرئيسي اللي ما قدرت أتعلمه، إنه ما يثبت داخل VMware، لازم يثبت local. local شلون يعني host، يعني يصير نظام تشغيل ثانوي، هذا العيب الرئيسي بي. جاوبك عليه دكتور حيدر، طبعا ارحب بدكتور حيدر جبار زميلنا العزيز اللي هو تايب 1 وتايب 2. بعدين اذا يداخلنا بعدين دكتور حيدر او يحب يتداخل حاليا الدكتور حيدر اذا تقدر، لان احنا بالمدرسه ما تعمقنا عليها بصوره جدا قويه، فقط اخذنا اشياء بيزك عن، واني ما اشتغلت بها، فقط كنت ابحث عن الابديت اللي لازم يكون للسيرفر، لان السيرفر كان عندنا يحتاج لتحديث، صار عندنا مشاكل والسيرفر صار داون اكثر من مره، واحنا نرفع ملفاتنا للكلاود. تمام تمام استاذ. فهو يعني غالي نوعا ما للي يريد يشتري، او تقدر يعني تكتب الفي ام وير كي. اذا شفت جيت هاب لا تدخل، هذا كراك، اني ما اريد ادخلكم بهاي المداخلات. لما تشوف
كي من جيت هاب مكتوب فري، فهذا كراك وانت به من عنده. اذا نروح للشوب فراح نشوف يعني ممكن تشتري بهاي الاسعار اللي متوفره، او تتجه للخيار الاخر اللي هو الفيرجوال بوكس من شركه اوراكل، هو يكون مجاني. لا 30 يوم مجاني وبعدها يصير لازم تشترين الكي مالته. بس الفيرجوال بوكس من اوراكل هو مجاني مدى الحياه يعني. بس كنسبه اللي استخدمته اثنيناتهم شفت شويه اكو سلاسه تفرق عن عن الفيرجوال بوكس، عفوا اثبتت بالفيرجوال بالورك ستيشن. بس نروح نثبت الفيرجوال بوكس ونشوف طريقه تثبيته حتى ناخذ اسئلتكم ونشوف اذا احد عنده سؤال، او نثبت واحد من انظمه التشغيل. باي براوزر عندك انت مستخدم بس تكتب في ام فيرجوال بوكس داونلود، تدخل للموقع مالتهم، ما لك علاقه من اي موقع، بس هذا الموقع شركه والفيرجوال بوكس دوت اورج. ما نحتاج الترجمه، تمام. لما تدخل تظهر لك النافذه هذه، تروح للداونلود. هنا كذلك انه انت شنو عندك، عندك لينكس ولا عندك ماك ولا عندك ويندوز. احنا كمستخدمين ويندوز نضغط للويندوز هوست فننتظر يكمل الداونلود ونثبته خطوه بخطوه. بس اروح اسوي ملف اخر له الاب نيو ماب في ام. نرجع هنا، ارجع هنا كوبي، نختصر الوقت ولا نقعد نكتب. بيست في ام سلاش، خلي هاي كابيتال، تمام. بعد ما كمل الداونلود روح للداونلود، واني نزلت هذا، تمام. كذلك يس نو، انت تختار يس في سبيل اتم عمليه التثبيت، تظهر لك نافذه ونكست. اني انتم خلوا نفس ما يناسبكم، انا راح استخدم الطريقه اللي انا تناسبني كمحمد كيوزر. انا احب ارتب ملفاتي بصوره صحيحه في سبيل اذا ضاع مني ملف اعرف شلون القيه بصوره جدا سريعه. الاب فيرتشوال بوكس، اوكي. بعدين نيكست، نتورك انترفيس، سوي له يس، انستول، اوكي تمام. شغل كالدي، ليش نحتاج الفي ام وير؟ نحتاج الفي ام وير لان راح دكتوره اللي مطلق الحريه بالحكي. اي تفضل تفضل. تمام، احنا ليش نستخدم الفي ام وير؟ احنا نريد نسوي مختبر، المختبر هذا هو يكون اداه لتعلمنا. الميتا سبلويت بول هو ما تثبت على ويندوز، لازم نثبتها بالفي ام وير. هاي نقطه. النقطه رقم اثنين، احنا نحتاج ويندوز 7 ونحتاج ويندوز سيرفر حتى نسوي اتاك عليه. شلون احنا نسوي اتاك؟ نروح نشتري لابتوب ثانيه؟ لا، نستخدم هاي الطريقه افضل انه حتى يكون اشخاص غير مخالفين للقانون. بالمناسبة أنا ما راح أذكر أي أداة ثانية تستخدم استخدام بالأتاك، أنا راح أعطي رود ماب إي بس كأدوات، لأن كل دولة ولها قانونها. بالعراق هاي الأدوات ممنوعة، ديروا بالكم تستخدمون بعض الأدوات اللي ممكن راح أذكر واحدة منهم، اللي هي عن طريق رقم تجمع كل بيانات الضحية، فإياكم تستخدمونها لأن تعرضكم المساءلة قانونية. وأنتوا يعني ما أعرف اللي يريد يتعرض لهيجي مسائل قانونية يستخدم، احنا يريد بالتأكيد يا محمد بالتأكيد. يعني احنا نريد نوعي انه هاي الأدوات لا تستخدمونها بصورة غير صحيحة.
اي نعم الأداة لما تستخدمها تستخدمها لفائدة نفسك أو الفائدة الضحية. شلون فائدة الضحية؟ إذا شخص تعرض لابتزاز إلكتروني أو تعرض للأتاك، فأنت ممكن تستخدم هاي الأداة في سبيل تسترجع، بس مو تروح تستخدمها لأنك تكره شخص أو بتعارك ويا شخص. ممكن ما تحرك الماوس بشكل سريع، أوكي. أنت ما تستخدم هاي الأدوات بسبب انه انا اكره جيراننا فاروح اشتري واي فاي ادابتر واربطها باللابتوب مالتي واسوي اتاك على شبكته واخلي فيروس فيها. هذا الشيء يعاقب عليه القانون، مو 100% بل 1000000000%. يعني احنا عندنا قيود جدا جدا قويه باستخدام الانترنت. عندنا امور اذا استخدمتها بلا انترنت تنسجن. انا احكي على قانون البلد اللي انا عايش فيه، دكتور بشار هو راح يحكي لكم على قانون العراق. نعم، أتوكل بالله حتى ننطي مجال بعدين للنقاش. تمام إحنا عندنا بقت تمام تقريبا عشر فنسوي دقائق وبعدين تمام نفتح فنسوي فينش. بعد الفينش هذه الواجهة مالتها، بس خلوني أغير لكم اللغة للإنجليزي حتى نقدر نشتغل عليها بصراحة. تال انجلش اوكي تمام. لما ظهرت بهاي النافذه راح تظهر عندكم لغه انجليزيه، اغلقوها لا تسوون كل شيء، ابقوا بالويب سايت مال فيرتشوال بوكس. ليش؟ يعني راح ننزل تول، هاي التول او هذا الباكيج يحسن لنا من اداء الفي ام وير. شلون؟ لما ننزل ويندوز 10 او ويندوز 7 راح يظهر بنص الشاشة فقط، يعني ما يظهر على الشاشة كاملة. فوين نجي؟ نجي هنا فيرجوال بوكس اوراكل، ننزل هذه الأداة. الأداة اللي جوا ما لكم علاقة منها، لا 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 تستخدموا لي هذه. تضغط عليها كليك، هي بالأصل بوتن بس وضح فمباشرة. لهم ليش، لان هي ذيك للديفلوبر يعني اللي شوي عندها. الثانية للديفلوبر اللي احنا مو ديفلوبر، احنا يوزر عاديين، احنا دا ندرس سايبر سيكيورتي. سايبر سيكيورتي باليمين والديفلوبر باليسار، بس انتبه، ناس تحتاج ناس، يعني بلا سيكيورتي ولا برنامج يبقى بالعالم يشتغل حرفيا. لان الديفلوبر بالاخير راح يعطي الكود للسيكيورتي حتى يسوي عليه تيست في سبيل ما يلقى بيه باج. واضح هذا الشيء؟ نعم نعم بعدها روح للداونلود ودبل كليك عليها، تظهر النافذة هذه، خليها تثبيت. هذه إذا نقراها طول سنة، فسوي العيد مباشرة ووافق على الشروط. بعدها كذلك يس ونو، اختار يس وتثبت عندك. بس فائدة عفو هذه استاذ، بس الصوره كانت تتقطع مكون عادل للتثبيت. هسه ثبتها كامل، بس الاداه بلا زحمه. الأداة بس دبل كليك. مشكلة أنه بعد ثبتت لازم أحذفها. لا تمام. لا هذا تمام لا لا تمام لا لا تمام لا لا خلاص خلاص. دقيقة ثانية ألاقي لك حل لها. خلي أغلق أفتحها. تمام. وهنا راح يعطيك انستال. أنا راح يعطيني هنا مثل بلغتي أنه مثل الإصلاح وإلى آخره. فهي طريقة جدا سهلة، وإذا ما عرفت كنت تسألها بالجروب، ووقت آخر راح أسوي فيديو لا لا عنها تمام، ممنون، بس هي بشكل كانت مبسط. صورة تقطع. تمام. راح نحكي شوية هنا وشوية بالفي ام وير. عندنا الاد والنيو والامبورت والاكسبورت والبروفيشنال، هاي الاعدادات. الاد هي انك تضيف ايمج. نرجع للباوربوينت مالتنا. تمام. اكو فرق انا نسيت اذكره بين الايمج والايزو. الايزو هو يكون اي سي اس سكيورتي ايزو. الايزو يكون بهذا الشكل، والايمج
تكون بهذا الشكل. بس سوي لها ترهير بعدها ليش ما ظهرت. اوكي تمام. هسه شوفك الفرق بين الايزو والايمج وليش نختار اد او نختار نيو. يعني كل واحدة تعطينا خيار، فحتى ما تقع بمشكلة وتستغرق منك وقت اخذ خلاصة ما غلطه قبلك واختاروا نيو وهو كان المفروض اد ولا اد والعكس صحيح. فبس يكمل استخراج الملف. تمام هسه كمل. قل للملف تمام. هو هذا الايمج، الايمج هذه المن تابعه للفي ام وير مو للفيرتشوال بوكس. الفي ام وير راح تكون ايمجين فقط، يعني حتى بال اعوذ بالله من الشيطان، هنا الفي ام وير لما نفتحها كذلك نفس الشيء. هذه بعد ما احتاجها ويندوز تمام. اوكي الصوره هسه واضحه. هنا كرييت نيو ماشين وهنا كذلك كرييت نيو ماشين، اثنيناتهم نفس الشيء. لما نضغط على كرييت يعني عندك ملف ايزو، انتبه، وعندك ايمج. لما تضغط على اوبن ا فيجوال ماشين يعني انت عندك هنا ايمج. الايمج منين اجيبها؟ تمام نروح للبحث، نكتب كالي كذلك اول ويب سايت ندخل عليه. نريد الترجمه. هذا الويب سايت الكالي تنزلوها من نام وتروحون تنزلون من مواقع ثانيه وتقولون ما اشتغل او صارت لي مشكله باللابتوب مالتي او بالبي سي مالتي، لان انت السبب. تنزل من الموقع الرسمي مالتهم، لا تروح تنزل من موقع ثاني او من صديق يعطيك اياها لان اسهل والى اخره. لا استغرق وقت نص ساعه اضافي، بس انك تحمي نفسك افضل من ما يعني تتعرض لامور اخرى. هنا تضغط للداون. احنا راح نستخدم ال شو اسمه بالفيرجوال، ما راح نستخدمه كهوست. اي صح، هو تنتبه للدومين مالته، يعني هنا الدومين نيم هو كالي، يعني لا تروح الجهاز ثاني. تمام بعد ما ضغطنا على الداونلود راح تظهر لنا هاي النوافذ كلها. زين هاي انا شنو راح استخدم؟ اللايف بوت، هذا احنا ما لنا علاقه بيه. الموبايل ما لنا علاقه بيه. الكلاود و و و الكونتينر والى اخره، احنا لنا علاقه هنا بالفيرجوال ماشين. شغلنا كله راح يصير هنا. لما نضغط كليك واحد راح تظهر لنا النافذه هذه. احنا انت كيوزر، اني راح اجي كيوزر انتو واني الي شخصي شنو راح استخدم. فانتو اذا تريدون اني راح استخدم كاستخدام شخصي هو الفي ام وير. اذا كنت منزل فيرجوال بوكس مو تجي على الفي ام وير وتسوي له داونلود، لانه ما راح يشتغل. قولا واحدا ما راح يشتغل، وقبلك خلطوا بهذا الغلط ورجعوا حملوه من جديد، وانترنت العراق يعني معروف عين الله عليه من الحسد. إذا كنت مستخدم في ام وير لا تروح للفيرجوال بوكس، لأنه ما راح يشتغل قولاً واحداً. أنا متأكد من كلامي هذا مو 100% مليار بالمية، لأن شخص جرب وصور لي الشاشة مالته فعرفت السبب شنو هو، لذلك دا أقول هذا الشيء. أنا اللي حملته قبل شوية وكان للفي ام وير، فهسه إذا أريد أحمل للفيرجوال بوكس بس أضغط على الداونلود. ها بالمناسبة تورنيت دكتور، انتم محظور عندكم ولا لا؟ اخليها عوفهم. اوكي تمام. تجي هنا هذني تعوفن الخيارات، ذني البوتن اللي مسويهن هم تعوفن، ما لك علاقه. انت اكتب هولندا محظور، هذا محظور التورنيت. اكو واحد نزل فيلم بي اجت غرامه 400 يورو، فاذا نزل هذا ايش راح يجيني؟ عليك بهذا الزر، ما لك علاقة. إذا تابعت شرح في اليوتيوب بالإلكترونيت أسرع، لا استخدم هذا أبطأ، بس أمان لنفسك. يعني إحنا سويناها حتى نأمن نفسنا.
لما تضغط هنا بدأ يحمل. يعني أنا ما راح يستغرق عندي وقت لأن الإنترنت عندي شوي سريع، 2 جيجا فنترك تقريبا. 2.8 بس، من اوكي ينفك الضغط يصير 5 هالشيء. صح لأن صح تمام، احنا شرحنا الفرق بين الاثنين وشنو معنى نيو شنو معنى اد حتى اثبت كلامي. لما تضغط نيو شوف اللي ظهرت لك، يعني تبدي من البداية من الصفر، اسم، ايزو، التايب اللي يقصد به هنا هو ويندوز او لينكس. والايزو ايمج هذا راح نطرق عليه إسراء ممكن عينك، المايك ينسد. أغلق المايك. إسراء إسراء. أوكي نرجع من جديد. النيو يعني تبديها من الصفر، من تقول بسم الله لحد النهاية. أما كلمة آد لما تضغط آد شوف إيش ما إيش ظهر لك. البستاند نام هنا يقصد به اسم الفايل، فيرجوال بوكس، في ام اس. هنا الفي ام اس اللي يقصد بها هي الايمج. انا هسه ما عندي ايمج للفيرجوال بوكس، بس انا عندي ايمج للفيرجوال ماشين، بس اريد اسوي شغله اخرى حتى اكون حصن نفسي. اسوي له كات البي سي في ام وير، اسوي له بلوك. الدكتور بعد فك الضغط يصير 11 جيجا. اوكي احنا تدري شنو هسه بعد ايه ربع ساعه ما نريد نطول على الخاف اكو لا بس اسئله اني حتى ننطيهم. اشوفهم انه الفرق عندنا بين تدري عندنا بعد محاضرات بين حتى النيو نصوتها. وبين الاد. يعني حتى اذا شخص هسه راح طبق لا يجي يقول انه صار عندي غلط انا دست على النيو. انت تاكد قبل ما دست على النيو انت شنو نزلت، ايزو لو ايمج. الايزو شيء والايمج شيء، الايمج تجي جاهزه، تجي باكج جاهز، بس تدخل تكتب الباسورد وخلاص كل الاعدادات صايره. يعني بس الاوبديت عليك هذا شخصي. اما النيو لا، انت تبدي خطوه خطوه، وانا راح اسوي بالمحاضره القادمه اللي هي راح نتطرق بيها الويندوز ويندوز سيرفر. راح انزل ويندوز 10 و7 سيرفر، منين نجيب الايزو وشلون نثبتهن، بس ما راح اتطرق للاكتف دايركتوري للامانه لان ما عندي خبره كافيه بيه. اني راح انزله واسوي بينك اذا صار وقت، او اسوي شير بين ملف بين الويندوز 10 والسيرفر اذا سمح لنا الوقت، واذا ما سمح الوقت يعني تقدرون تبحثون عنها باليوتيوب. وشغله اخرى هنا عندنا شغل هنا الاي تي. قبل ما تدخل اي تي نصيحه من اخ الاخوه انك تروح لليوتيوب وتبحث عن هذا الكورس اللي راح يشرح لك شرح جدا جدا ممتاز، دكتور مصطفى صادق. هذه قناته، وهسه راح اخلي الرابط مالتها بالشات. يعني الشات تمام بالشات. نجي القوام التشغيل، انت كشخص تريد تدخل للسايبر سكيورتي لازم عندك كمبيوتر ساينس. قبل ما تدخل لازم يكون عندك معلومات، تروح تشوف هذا الكورس. الكورس هو 9 فيديوهات وما راح ياخذ وقت هوايه من عندك، يعني اذا نحسب كلهن ساعه ونص ولا ساعتين. بس اثناء التعلم خلي يمك ورقه وقلم واكتب الشيء اللي تحسه انك انت فهمت، ولخص هذا الشيء، والشيء اللي ما فهمته كذلك اكتبه بورقه وقلم او مباشره ابحث عنه، وراح تجد معلومات اكثر واكثر. هذا الكورس انا شخصيا يعني استفاديت منه بصراحه، وخليته بالشات. نصيحه من اخ الاخوانه من طالب استفاد من هذا الكورس يروح يتابع هذا الكورس لأنه من جامعة أسترالية، وهذا الشيء يكفي يعني بصراحة. وشرح دكتور مصطفى صادق شرح جدا سلس ومبسط الأمور إلى يعني أقصى حد. وكذلك بوحدة من المحاضرات بس تفتحون الديسكريبشن راح
تلقون الملفات مالت الكورس حتى اذا تريدون تقرونها. ولهنا اني انهي الجلسه واعطي المايك للدكتور بشار، وان شاء الله شرح كان سلس وفدتكم بالمعلومات، والشيء اللي ما فهمتوه تقدرون تسألوني أو تسألون دكتور بشار أفضل لأن تعرف قد ما أحكي. حبيبي حبيبي، قلت المحاضرة الجاية راح أتطرق للويندوز والبينك، والبعدها راح أتطرق لللينكس، واللي بعدها أنا ما ضفتها. ليش ما ضفتها؟ لأن حتى أرجعكم هنا للبداية بالصورة السكيلز والأوذر هذين شلون نحصلهم إحنا كطلاب. أنت كم أنا كطالب سنة كاملة IT support كل شيء ما تعلمت من المدرسة، أروح وارجع يعني أصرف وقت، بس الأشياء اللي تعلمتها أنه كنت أبحث، تقرأ كتب IT، تقرأ كتاب يعني أنا الأساتذة نصحوني به بالسابق، وإن شاء الله ألقي لكم وأنزله بالجروب، بس الأفضل أنكم تشترونه اللي هو كتاب من كومتيا اسمه ID Fundament. هذا الكتاب هو ممكن يعني سعره يكون $40 ولا $50، لا اوكي سلام محمد. تمام، هو هذا الكتاب أي. يعني ممكن متوفر ببغداد ببعض المكاتب. احنا راح يعني انت موجود بالجروب، بعدين اذا اكو استفسار بس خلي اشوف. طبعا انا اشكرك تمام دكتور، تعبناك. قول يا الله، وان شاء الله انه احنا قدمنا شيء مفيد للطلاب للحاضرين، واسف اذا بدر من عندي قصور. لا حشاك من القصور، طبعا بدايه صحيحه. بخصوص الويندوز سيرفر يا حبيبي، هو يراد له دراسه كلش طويله لان بمواضيع كلش هوايه، واني قريت كتاب عنه وقتها شافوه الأساتذة بالعراق، كان منهم علي عاصم الدكتور، اي نعم، فقال لي علي الغزالي، قال لي هذا كتاب اذا فهمته انت راح تفهم كل شيء. للاسف ما لحقت في الوقت انه افهم كل ما بي واقرا كل شيء ما بي، لان رجعته للمدرسه، هو كتاب كان للمدرسه، المدرسه اعطاني اياه بس اقرا بيه. هذاك راح احاول انه الاقيه بالانجليزي واعطيكم اسمه تبحثون عنه وتشترونه. اللي يحب يدرس ويندوز سيرفر راح تلقي بيه اشياء باليوتيوب ما شارحينها. لهنا واعطيك المايك دكتور. حبيبنا الغالي، انا اشكرك انت. انا اشكرك حقيقه، يعني بدايه ان شاء الله موفقه، والقادم ان شاء الله يكون افضل باذن الله. والله قبل لا نفتح ان شاء الله قبل لا نفتح أفضل. الاسئله، اكو واحد قال لي انت مسوي شغله على الناسين اللي ينسون. منو بالله؟ اريد احكي وياك. واحد كتب لي تسمعني، الناسي راح أعلمك طريقة كلش بسيطة، يعني إذا تنسى فد شيء أو إعازات أنت دائما تستخدمها بس ما تريد تكتبها، يعني تريد تسويها. منو بالله هو سألني عن ناسي؟ ما دا أرجع للتشات، يعني صار هواية بالتشات. المهم إذا ناسي فشوف، انت بالنسبه لك بس توقف لي الشير استاذ محمد. اسف ثواني بس انتهيت ان شاء الله ثانيه، بس خلي لا على راحتك. الشير عندي، اعرض لنا الشير، خلينا نشوف دكتور. اوكي هسه راح اعرض لك الشير. ديال ستوبينج هسه راح اعرض لك الشير. تمام، هسه انعرض الشير عندك دكتور. اني هسه اوكي هسه بس خلي اي نعم خلي بس افتح له ملف واسوي له الشير مالته اللي يريده. اوكي طبعا وين بس لحظات تشوف هذا الملف هسه اللي اشترك عندك بالشير. طلع عندكم استاذ محمد؟ اي استاذ ظاهر. طيب هذا بس اي عاز عندك، يعني مثلا انت بالسي ام دي تكتب مثلا بينك www.google.com مو تمام؟ هذا هو شنو اللي عاد شي يسوي؟ هذا يجيب لك يسوي كولينج لهذا الموقع ويعطيك الاي بي ادرس مالته بالتفاصيل، مو تمام؟ فمجرد انت هذا تكست فايل، يعني
تروح انت على الديسكتوب تسوي نيو تكست فايل، بس من تخزنه شو تسوي؟ ظاهره هاي الخيارات مال الخزن. اي دكتور اي سيف از، اصور هاي المظاهر اللي طلعت. لا ظاهره ظاهره. اوكي ممتاز. فهم ينسمي ناسي، بس هنا انا غير انه يا اسوي اول فايل وش تسوي، بس هاي ال txt سميها bat وتخزنه سيف. سيف على الديسكتوب طبعا انا خازنه، بس يقول لي موجود. اوكي فسوي بس دبل كليك على هذا الملف راح يطلع لك السي ام دي. السي ام دي راح يطلع لك اياه اللي هو انا راح اسوي دبل كليك عليه واسوي لكم شير للي شفتوه هسه او للي يعني ردنا نسوي. هذه هي ظهرت السي ام دي لو ما ظهرت؟ ما ظهرت بعد ما ظهرت. اي مو هذه هاي هسه خل اوقف الشير من هنا اسوي شير للكمبيوتر كله. وقف الشير وارجع شير مره ثانيه دكتور، راح اسال لان مرات الابلكيشن من يصير عليه ضغط هوايه. اريد اشغل كل الشير يعني مال الكمبيوتر كامل، بس ما دي يطلع عندي بالخيارات بالسيتنج مال الزوم ما مفعله لان مخلي بس شيرنج على المهم من نسوي دبل كليك عليه هو هذا الملف اللي هو اتفقنا انه نسميه ناسي دوت تي اكس تي او تسميه مثلا الإعاز اللي علمكم يا سلام محمد مال الاسكان. هو مجرد دبل كليك عليه راح يروح هو اصلا يدخل على السي ام دي ويدخل على او على الباور شير تريد تسوي وينفذ الباتش. هو كانما اكسكيوتابل فايل بس يحكي ويا من ويا السي ام دي يحكي ويا يعني انت مثلا تريد تسوي ميك دايركتوري ويسوي لك سب دايركتوري ويسوي سكان للملفات كلهم تحطهم بنفس هذا الملف التي اكس دي وتسوي له دبل كليك سوالك اربع خمس عمليات في ان واحد. هذه للناسي طبعا. اكو ريس هاند يعني مره ثانيه اشكرك محمد، وبالبداية يعني كانت بس قبل لا ناخذ أنور ناخذ دكتور حيدر. حيدر جبار راح أحبيك زميلنا العزيز دكتور حيدر، حتى بس إذا عنده يعني إضافة وأكون ممنون دكتور حيدر. الفي ام وير لأن وقتها أنا ما درست بشكل تعمق وبالمدرسة. السلام عليكم. حياكم الله. وعليكم السلام دكتور. اهلا وسهلا بكم وتحياتي لك دكتور. تحياتي لحضرتك وضيوفك استاذ محمد واستاذ حسن اعتقد. نعم دكتور رحتوا ووفيتوا، نشكركم على الجهود وعلى الشرح المبسط. ما راح اتداخل انا اشرح الفيرتشواليزيشن كلها من جديد، بس شوف انا مجرد يعني هيك مداخله بسيطه. تمام دكتور. في ام وير او فيرتشواليزيشن هي اليوم هي البنيه التحتيه، يعني انت إذا تريد أي شيء تتعلم هي أنا أقدر أسميها من المتطلبات والأمور الأساسية لمواصلة التعلم في أي مجال. فلازم عندك الخبرة أنك أنت تنصب الـ VM أنا أتفق وياك 100% دكتور، لأن هذا الشيء رخم الأساسيات. بالضبط. نعم دكتور حيدر. وتجي أنت كل المواقع اليوم هي مباشرة مخلي لك image يشتغل على الدوكر او على الفيرتشواليزيشن اللي هي تايب 2 عاده لان اسهل الشغل وياه. وبصراحه هو بس بدك توضح لنا او للشباب ايضا التايب 1 والتايب 2 دكتور حيدر. التايب 1 احنا ما نشوفه عاده، الناس اللي شويه يختلفهم اكثر هم يشتغلون وياه. التايب 1 الفرق عن التايب 2 احاجي لك فروقات رئيسيه كلش يعني عامه. الاولى انه هو يشتغل على البير ميتال يعني مباشره على الهاردوير، ما يحتاج operating system مثل الويندوز أو اللينكس بحيث أنت تجيب الورك ستيشن برو بعدين تنصب داخل ويندوز. لا، عبر هالمرحلة مباشرة أكو كلام بينه وبين الهاردوير يعبر هالمرحلة، فراح يكون أكيد يعني أسرع راح يكون. بس يعني شو يحتاج هواية تنسيق بين السي بي يو وبين الهاردوير بشكل عام وبين الفيرتشواليزيشن سوفتوير. التايب 2 يشتغل لا مثل الابليكيشن على الويندوز أو على أي operating system ثاني. هذا من نحكي من جهة الهاردوير فيرتشواليزيشن. إذا نحكي من جهة السوفتوير فيرتشواليزيشن الدوكر مثال عليه. الدوكر
ما يسوي فيرتشواليزيشن على الهاردوير، يسوي فيرتشواليزيشن على السوفتوير. فتشوفه يعني يختلف، يعني حتى اكو امور لها علاقه من وجهه نظر السكيورتي، الاف